أنا عاوز منك حاجة واحدة، تسمع وتنفذ. مفهوم يا فندم. عموماً أنت هتستفيد من طارق كتير، ومش عايز أسئلة كتير معاه اليومين دول، لأنه هو راجع الشغل بالعافية. مفهوم؟ أنا مستعدك يا فندم. ادخل. اتفضل يا طارق باشا. أهلاً يا طارق. يا مرحبا. قول لي قهوتك ايه؟ انا عارفها يا باشا، ده طارق بيه، ده عشره عمري. طيب شكرا. العفو يا فندم. ملازم اول عبد الرحمن، هيساعدك في القضيه. يساعدني؟ ايوه، هي قضيه غريبه شويه، الفيسبوك والانترنت والصداع الجديد ده. عموما هو هيفيدك في الموضوع ده، وانت بقى عايزك تدرب، عاوز عظمه ينشف. انت خفنش معلي كلام، مش فاهم حاجه. انترنت ايه؟ بنت نزل صورتها على الفيسبوك، ولد خاطفها، واللي خاطفها ده بيهدد بقتلها. وطالب فدية كام؟ لا، ما طلبش فدية خالص. مش بقول لك انها قضية غريبة شوية؟ عموما عبد الرحمن هيفهمك على كل التفاصيل. طارق، عاش من شافك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انت قطعت الاجازه ولا ايه؟ لسه مستلم حمل. طب خير، هنشوفك بقى ان شاء الله. على اذنك عادل بيه. ازيك عادل بيه؟ ابن حلال قوي عادل بيه ده. انت بقالك قد ايه هنا؟ 4 شهور يا فندم. واضح. وحضرتك مش رايح المكتب؟ انت فطرت؟ بصراحه لا. يلا نفطر. اتفضل يا فندم. حاسس ما تاكلش ليه يا فندم؟ ما بعرفش اكل لوحدي. ايه حكاية البنت المخطوفة دي يا عبد الحليم؟ عبد الرحمن يا فندم، انا اسمي عبد الرحمن. سيادة الله بيقول اللي خطفها مش طالب فيديو، امال عايز ايه؟ حضرتك اسمها سما، صاحبتها دخلت على الفيسبوك فجأة لقيت صورتها هي نازلة وهي متربطة، والواد اللي خطفها كاتب على الصورة انه هيقتلها. الواد ده علاقته بيها ايه؟ يعني حبيبها ولا جوزها ولا ايه العلاقة؟ لسه مش عارفين يا فندم، البروفايل لسه جديد خالص. البروفايل دي يعني ايه؟ بروفايل اكونت على الفيسبوك يا فندم، لسه جديد، لسه ما نزلش صور، مش كاتب هو شغال ايه، مبهم جدا يعني يا فندم، ولا عامل لايك ولا اي حاجه. بس انا شغال دلوقتي يا فندم على ان انا اعرف الاي بي ادرس بتاعه. عربي، كلمني عربي يا عبد الرحمن. عنوان الجهاز يا فندم، المكان اللي الواد بيدخل منه على الفيسبوك او النت عامه. مش فاهم منك حاجه، بتتكلم بسرعه قوي، واحده واحده عشان عندي صداع. طب ممكن موبايل حضرتك؟ لا، هو حضرتك معكش موبايل غير ده؟ طب حضرتك تدخل مثلا على الفيسبوك من اللابتوب؟ لا، انا بخش الفيسبوك اصلا ولا ليا في الانترنت، انا ده قديمه. رد رد رد